هذا ويشدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لحماية صحة وسلامة المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 وخصوصا خلال الشهر الفضيل. تمضي مملكة البحرين في جهودها الطبية الضخمة بدعم كبير ومتواصل من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للكوادر الطبية والصحية والعاملين بالصفوف الأمامية، وهم من يمثلون الجهود الوطنية المخلصة في مواجهة الوباء بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من أجل حماية المجتمع والصحة العامة. ويجدد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وأهمية ذلك خصوصا خلال شهر رمضان الفضيل، وبما أن شهر رمضان هو الشهر المتعارف عليه بالتزاور والتجمعات الاجتماعية، شدد الفريق بهذا الشأن على ضرورة تجنب التجمعات العائلية الكبيرة خلال الإفطار، وأهمية أن تقتصر على أفراد الأسرة الواحدة القاطنين في نفس المنزل، فالوعي المجتمعي بخطورة مثل هذه التجمعات الكبيرة يسهم في تقليل رقعة الانتشار. ولطالما حظيت جهود مملكة البحرين في محاربة الفيروس المستجد منذ ظهور أول حالة إصابة في مملكة البحرين بإشادة دولية على صعيد مستوى تعامل المملكة مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا وما تميزت به في استراتيجياتها في مواجهة الجائحة من مستوى عال من الكفاءة والمهنية والفاعلية في تطبيق مختلف الإجراءات والقرارات المتخذة. وهذه الجهود يجب أن تقابل وبشكل خاص في الشهر الفضيل بمواصلة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها وتكثيف سبل الوقاية الممكنة من الفيروس، بالإضافة إلى الإقبال على التطعيم.